باسم الغربية باسم المعلم الراعي جلال نقول معرفة الرجال كنوز أما معرفة القطط حظوظ. وانا باسم المنوفية بقول الراجل اللي عيبه شبعانة عمرك ما هتشوف منه خيانة. الصاحب اللي عينه شبعانة يا منوفية عمرك ما هتشوف منه خيانة. وانا باسم الدقالية بقول في اي مكان انا عجبي على صاحب اذا تلاقي دي الوشوش لازم يحضنك ويبوس. وعجبي على صاحب معيوم قوي مهما يهضمك ويبوس بيبقى عاوز يعضف وشايل في النفوس. تحافظ على صاحبك الجدع يا حمص ثاني لان الراجل الجدع في اي مكان تمامه معروف.